السلام عليكم. موضوعنا اليوم على هذا الغرف، يعني أومبلي الخاص بالصوت والراديو. يعني يوجد فيه مشكل، يعني أحد متتبعين القناة قال لي سابقا أن أقوم بموضوع على هذا الهوفر أو الأومبلي يعني الخاص بالصوت. دائما مع موقع بي سي بي واي، يعني شرحنا اليوم هو شرح على مدونة، يعني مدونة يعني أن تعرف أي شيء على هذا الموقع، يعني جميع المعلومات تجدها هنا في هذه المدونة، يعني طريقة العمل وطريقة الإنتاج. أي شيء تريده أن تعرفه عن هذا الموقع تدخل إلى المدونة وتعرف يعني جميع معلومات عن هذا الموقع. يمكنك أن تضغط على أي رابط هنا وتدخل إليه. هذا كل شيء. ولهذا أتيحت لي الآن فرصة، سوف أقوم بهذا الفيديو على هذا الأومبلي أو الهورف. سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء، يعني أسمع صوت بأن الكهرباء تمر، ولكن لا يشتغل شيء في الهوفر أو أومبلي. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح هذا العطل بإذن الله. بسم الله. قمت اصلا بفتح هذا الغطاء لكي لا اطيل في الفيديو. هي البوردة على هذا الشكل، يعني سوف نقوم ببعض القياسات المهمة. للإشارة توجد هنا مكتفات، واحد مكتفات كبيرة يعني تمر إليها 20 فولت. سوف نبحث هل توجد هنا 20 فولت أم لا في هذه المكتفات، يعني هل توجد أم لا. سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء هنا. أتمنى أن الملتيمتر يظهر لكم. نعم توجد 20 فولت، 19.7 فولت. هنا أيضا توجد، يعني دخول الفولت يعني سالم، يعني تخرج تدخل فولت يعني أسي، وتمر على الديودات الأربع وتتحول إلى فولت دي سي. يعني بما أن توجد الفولتية هنا، سوف نقوم بتتبع أين يوجد العطل. هنا أيضا تدخل إليه في هذا الريجيلاتور أو مونتيم، يعني تدخل إليه 20 فولت أو 19 فولت، ويجب أن يخرج هنا 5 فولت، يعني لا يوجد فيها الفولت على ما أظن، يعني ينقص الفولت، لا يوجد فيه الفولت. يعني تدخل 5 فولت، تدخل 20 فولت هنا، ويجب أن تكون هنا 5 فولت. هاد 5 فولت تذهب مباشرة إلى الكارت الأمامية، إلى هاد الفيش. سوف أقوم بنزع هاد الفيش ونقوم بالقياس. صعب التصوير والعمل. مثبت جيدا هذا الفيش هنا. تم نزعه ولكن تم قطع بعض الخيوط، سوف ارجعها. الان سوف اقوم بتوصيله بالكهرباء ونرى هل سوف توجد 5 فولت ام لا. يعني اذا توجد 5 فولت سوف يكون المشكل في الكارت الامامية. سوف نرى هنا دخول 20 فولت. أتمنى أن تظهر لكم، يعني هنا دخول 20 فولت ونجب أن تكون 5 فولت. الآن توجد 1.8 فولت، يعني لا توجد 5 فولت. استنتجنا بأن المشكل من هذا الريجيلاتور، لو أنها تخرج 5 فولت سوف يكون المشكل في الكارت الأمامية، ولكن بما أن لا تخرج 5 فولت
يعني هي التي يوجد فيها المشكل. سوف أقوم بتغييرها إن شاء الله. أول شيء أقوم بنزعها، يعني ممكن أن نقوم بتغييرها بريجيلاتور يعني 78 على ما أظن 0.5، يعني تخرج 5 فولت، توجد كثيرا في التلفزيون. عندما نزل الريجيلاتور سوف نرى الرقم موجود فيها، نعم يعني يوجد فيها 78 ام 0.5، يعني تخرج 5 فولت وتدخل اليها يعني من 12 فولت حتى 78 فولت. أكثر من 78 فولت سوف تحترق. للإشارة الرجل الوسط هنا أرضي، وهنا دخول فولت، وهنا خروج 5 فولت. سوف نضع الريجيلاتور العادية إن شاء الله. سوف أستعمل هذا الريجيلاتور أو منظم خاص ب 5 فولت، يعني مكتوب فيه 78 0.5. سوف أبحث على البرادة، يعني شيء من الألمنيوم، وأقوم بتثبيت فيه هذا الريجيلاتور لكي يقوم بتبريدها لأن تسخن قليلا. سوف أضعها في هذا البرادة، يعني تقوم بالتبريد لهذا، نسميها البرادة على هذا الشكل، يعني سوف تقوم بتبريدها أو على هذا الشكل. لا لا هنا. تركيبها على هذا الشكل، يعني هذا خاص بالأرضي، هذا خاص بدخول الفولت 20 فولت، وهذا خاص بخروج 5 فولت، يعني سوف أضعها على هذا الشكل ونجرب إن شاء الله، سوف يتم إصلاح المشكل. والهدف من الموضوع، يعني قال لي أحد متتبعين القناة أن أقوم بموضوع، يعني مدة هذه قال لي أن أقوم بموضوع على هذا الهورف أو أومبلي، لم تتيح لي الفرصة إلا الآن، ولهذا أريد أن أقوم به. يعني الآن تم تغيير الريجيلاتور، وضعنا هذه على هذا الشكل. سوف نقوم بالقياس هل توجد الآن 5 فولت أم لا. سوف أقوم بتوصيله بسم الله، ونقوم بالقياس هنا في الخروج. فضع على هذا الشكل لكي لا، هنا سوف نقوم بالقياس. نعم الآن توجد 5 فولت، يعني الآن شغال. الآن سوف نرى، سوف نشاهد الآن هل شغال أم لا. هو الآن يعني شغال بعدما قمت بتجريبه، قمت بربط مع يعني جهاز الاستقبال هنا، هنا الراديو، هذا خاص بالراديو،
والراديو. خلي تغير قنوات. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.